ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، من وياي؟ علينا وعليكم. محمد من بغداد. محمد إيش؟ محمد هيثم. محمد أيضا يموت على الضحك. محمد هيثم، هاي أنت نفسك اتصلت؟ إيه نعم. أوكي يلا محمد، أنت ما قاعدة تشوف التلفزيون مو؟ محمد؟ محمد ويا محمد ويا محمد محمد عيوني وياك اقول لك محمد خط فوق، شنو الموضوع؟ صار ساعه اقول لك محمد وياك اقول لك وياك اسمعيني. يلا اوكي محمد، انت ما قاعد تشوف الشاشه؟ ما قاعد اسمع ده سمعوك انت؟ ما قاعد اشوف الشاشه. لا اوكي، لا تسمع من عندي انا راح اقول لك. انت رقم هسه 75، باقي لك اربع حيات قدامك. اوكي ان شاء الله تعبرهم، ما طول انتم العائله كلها حفكم وتقول شهد فازت بنت خالتك، وان شاء الله تفوز يا ربي. ان شاء الله يا ربي. يلا هسه انت فزت 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 محمد، فزت فزت. انا فزت؟ ايه فزت. لا لا تصدق، العائلة محظوظة، صدق العائلة محظوظة. محمد وشهد، محمد هيثم مو محمد اسمع اصلا. محمد نعم. محمد هيثم. محمد هيثم. محمد هيثم راح انت باوع، هي هدية وحدة انت بنت خالتك تتعاركون تتناقرون، انا ما لي علاقه، راح اسوي قرعه واللي يفوز هو ياخذها. اوكي خوش. اوكي شكرا لاتصالك وتحياتنا لبنت خالتك وللعائله كلها، حظكم ما شاء الله. اوكي هسه لحد الان اوكي. عندك شهد وعندك هيثم، دخلوا ويانا للقرعه وفازوا، وان شاء الله نشوف اذا نكمل لنهايه البرنامج. احد فاز راح يدخل ايضا ويانا قرعه، وان شاء الله يا ربي الكل تفوز. راح نجري القرعه واللي يفوز ياخذ جائزه من مجوهرات احمد مس